بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن أيها الأخوة الأعزاء الانطلاقة، تعلن الانطلاقة لشوط الختام وختام همسك وسيارة الختام. الله الله الله. إذن أيها الأخوة، بداية النهاية لإسدال الستار على موسم 2010-2011، وإن كنا من الأحياء بإذن الله فسنتقابل بإذن الله في بداية الموسم القادم. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، مقدمة الشوط في هذه اللحظات أو في هذه اللحظة مفاريد قعدان هذا الشوط. إذن مقدمة الشوط أيها الأخوة الأعزاء، سنتعرف مقدمة الشوط في هذه اللحظات شاهين لحمد بن محسن الجحافي اللي يليه في المركز الثاني، ولكن هذا غير على ما يبدو أن هذا ليس هذا شعار الجحافي. عموما ننتقل إلى المركز الثاني لنرى المركز الثاني أيها الأخوة الأعزاء. صقالي هادي بن سالم باللفجح المر يحتل المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث الباز لمحمد بن جابر بن سالم بن مشعاب المري. المركز الرابع دخول على رابع المراكز أيها الأخوة من قبل صغال الحميد بن عبد الله الوهيبي. المركز الخامس أيها الأخوة من بدأ بالتسلل والانتقال إلى رابع المراكز صغال لسلطان بن سعيد الكتبي، وعودة إلى مقدمة الشوط وعودة إلى المركز الأول. المركز الأول اللي رقمه كتب أكثر من مرة، وبذلك يصعب تحديد رقم المركز الأول، ولكن سنحاول جاهدين التعرف على المركز الأول على ما يبدو أنه يحمل الرقم 9 لعلي بن محمد بن عايض، أو هذا من ضيوفنا الأعزاء من دولة الإمارات شاهين لحمد بن محسن الجحافي، هو من يحتل المركز الأول ويسيطر على مقدمة الشوط والعتب على الكتابة وعلى الرقم. إذن ما زال ينطلق. إذن أيها الأخوة ما زال شاهين لحمد بن محسن الجحافي في مقدمة الشوط. المركز الثاني صقال لسلطان بن سعيد الكتبي، ولكن الجحافي وختام همسك وختام نهاية الموسم. الله يا شاهين ينطلق بسرعة الطيور الجارحة. تهانينا من هذا المكان مع 300 متر الأخيرة لمالك شاهين، ولكن الخطورة راها قادمة، الخطورة والموقف ما يطمن يا مالك شاهين. أرى التسلل والقدوم من قبل الخروف لقدير بن حميد الوهيبي، ولكن خلاص شاهين يحسم الموقف. تهانينا وسلام عليكم يا أبناء السلطنة على هذا الفوز المستحق في هذا الشوط. تهانينا لمالك شاهين حمد بن محسن الجحافي. المركز الثاني الخروف قطع المسافة، الخروف احتل المركز الثاني لقدير بن حميد الوهيبي. المركز الثالث بن غازي لسعود بن مانع بن عايض الخوار. المركز الرابع رابع المراكز صغال لسلطان بن سعيد الكتبي. المركز الخامس بديع لعبد الهادي بن حسين البريدي. هذه النتيجة للخمس المتقدمة الأولى، ونشاهد لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية قاطعا مسافة الكيلو مترين في توقيت زمني ممتاز، 3:04:30 من الثانية. تهانينا والناموس لجماهير شاهين ولمالك شاهين السيد حمد بن محسن الجحافي، وتهانينا وعبر الهواء مباشرة إلى سلطنة عمان الشقيقة. المركز الثاني يصل فيه الخروف، قطع المسافة ويبدو أنه من سلالة الخروف في 3:06:74 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الخروف غدير بن حميد الوهيبي. المركز الثالث يصل بن غازي، قطع المسافة بن غازي في 3:08:17 من الثانية. تهانينا والناموس لسعود بن مانع بن عايض الخوار. وبهذا المركز أيها الأخوة أيها الأعزاء المركز الرابع شكرا لأبو طلال. المركز الرابع صغال لسلطان بن سعيد الكتبي، بينما المركز الخامس لنعطي ولنوافي كل ذي حق حقه مع نهاية هذا الشوط ونهاية
الموسم خامس المراكز بالفعل اذعناه قبل قليل. تهانينا وناموس لمالك بديع عبد الهادي بن حسين البريدي ايها الاخوه بهذه النتيجه وبهذا الشوط، نصل الى ختام هذه الفتره المسائيه وختام هذا الموسم حتى الملتقى باذن الله وبحوله وارادته في الموسم القادم ومع